دخلت في الدقائق الاخيره وفظعت. مارديك، حدثنا عن مشاعرك. وش الحمد لله نقطة أحسن من لا شيء، يعني تأهل الملحق هذا بالنسبة لنا إنجاز كبير. نحن عم نلعب بروح وحدة، عم نلعب لسوريا، عم نلعب للشعب السوري، عم نلعب للأطفال والأولاد وكل العالم. الحمد لله على كل شيء، هذا كله من فضل دعوات الشعب السوري. نحن وصلنا لهون، محبتنا لبعض هذا أهم شيء. الملحق شو بتساوي؟ هلا منيح نحن خلصنا هذه المرحلة، أكيد في تفكير للملحق وفي شغل أكثر يعني إن شاء الله لبعدين. إن شاء الله بنقدر نحقق شيء يليق باسم سوريا. لسه الأمل موجود؟ طبعاً أكيد موجود. في الوصول لكأس العالم؟ أكيد. نحن سوريا بحياتها ما فقدت الأمل من أي شيء، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ننتهي لكأس العالم. إن شاء الله ألف مبروك، الجول الأخير كان رائع وأثلج صدور السوريين، شكراً لك مارديك.